اهلا بيكم، ازيكم؟ النهارده انا عايز اتكلم على موضوع، بس قبل ما اتكلم عليه بصوا اللي ورايا، الجمال اللي ورايا. انا في جزيره منوركا في اسبانيا، هي جزيره اسبانيه في البحر المتوسط، طبعا قريبه جدا من الجزائر. المهم اتفرجوا بس على المنظر الحلو ده بتاع الميه والالوان والتدرج الازرق اللي ورايا، لان انا بموت في الكلام ده، والسماء اللي تعتبر شبه صافيه والشمس طالعه. امبارح انا جيت هنا بالليل، وعشان اجي هنا كان لازم اركب القطر من ساتون جنوب لندن، واوصل قطر بقطر بقطر لغايه اما اوصل لمطار ستاند ستيت اللي هو في شمال لندن. طبعا حصل معايا حاجه مش ظريفه الصراحه، وما كنتش متوقعها، وعملت كومبلين عليها كمان. اللي حصل كالاتي: انت غالبا في لندن، في متروهات لندن، حتى لو هتطلع بره لندن انت ممكن تستخدم الكريدت كارد بتاعك. بمعنى ايه؟ بتدخل على المكنه بتاعه المترو او القطر، بتحط الكريدت كارد، البوابه بتفتح، بتدخل تركب المترو، تطلع تحط كريدت كارد عشان تطلع، يعني مفيش تذكره. اللي عاوز يشتري التذكره ده اللي بيبقى غالبا لسه جاي البلد جديد، او مثلا جاي زياره مش زي حالتنا في لندن. هم عاملين علامه، انت بتاخد القطر الاولاني وبعدين تاخد القطر الثاني. في القطر اللي هيودي مطار ستاند ستيت في الشمال عاملين علامه كاتبين فيها ما ينفعش كارت الاوستر، اللي هو الكارت اللي انت بتشتريه عشان تتحرك جوه الزونز بتاعت لندن، وحاطين على يمينها انك انت ما ينفعش تستخدم كونتاكت ليس بيمنت. انا ما خدتش بالي من موضوع كونتاكت ليس بيمنت، فاستخدمت الكريدت كارد. فلما استخدمت الكريدت كارد عمل تاب ان، فتح لي البوابه، ركبت القطر لغايه محطه ستاند ستيت ايربورت، ونزلت. لقيت طبعا ايه، كميه طابور رهيب، وهتلاقوني حتى مصوره، هحطه في فيديو من الفيديوهات، طابور كبير. فانا مش فاهم ليه، قلت المكان مش شغال، في اي حاجه. المهم في ناس معاها تذاكر، وكتير قوي من الناس معاها تذاكر، مش هقول لا، بس جميع الناس دي مش عايشه هنا، بس داخلين فقاعدين ياخدوا التذكره كذا كذا، فجايين لقيت الناس واقفه على الشمال وبتتخانق وبتزعق ومش عارف ايه، وانا مش فاهم في ايه. فبقول للراجل ايه، اي يوز ماي كريدت كارد. قال لي لا معلش اقف مع الناس دي. فبقول له ليه؟ قال لي لانك انت ما اشتريتش تيكت. قلت له طب انا اعرف منين؟ ما انا طول عمري بستخدم الكريدت كارد. قال لي لا انت لازم تدفع فاين. يا ابني انت بدفع فاين ليه؟ ما انا حاطط، ما انا عملت تابل كريدت كارد. قال لي لا كريدت كارد مش مسموح بيه في القطر ده. اعرف منين؟ راح مطلع لي بقى شويه صور، قال لي ان في علامه كذا علامه كذا. قلت له انت مصور كل الصور دول للناس، ده معناها ان الناس كلها بتغلط وما تعرفش الكلام ده. يا اما ما تسمحش ان الجيت تفتح بكريدت كارد، ساعتها هفهم ان في حاجه غلط واسال، ويقول لك لازم تشتري تذكره، يا اما تسمح لي استلم كريدت كارد. قال لي هو ده القانون ومش القانون، عارفين بقى شكل الشغل اللي هو ده، اللي هتدفع وبعدين تظلم. طبعا اضطريت ادفع التيكت نفسها ب 21 باوند، ماشي، ودفعت غرامه 50 باوند. 50 باوند انا مش عايز اترجمها بالمصري عشان محدش يتخض، بس هي 50 باوند which is مش اوكي طبعا يعني، بس هو خلاص هتدفع. وناس كتيره من جنسيات مختلفه، فيهم فرنسيين وفيهم المان، وكلهم استخدموا كريدت كارد زي حالاتي. يعني ما حدش عاوز ينصب مثلا، او حد مثلا مكبر دماغه، او واحد حاول يدخل القطر كده من غير ما يدفع فلوس. كلنا عملنا تبع الكريدت كارد، وكل يقول كريدت كارد يقول لا. طبعا ده غباء الصراحه، يعني انا فعلا حاجه تضايق جدا. حتى لو انت حاطط علامه انا مش هعرف اشوف العلامه، انت المفروض ما تسمحليش ان انا استخدم اتاب الكريدت كارد، او تطلع لي ورنينج بطريقه معينه، تعمل لي حاجه، او تقبل الكريدت كارد وتخلص. طب انا بدفع اهو. طبعا لا ومش لا، والواد الاولاني كان بيلاقي هو كده ومش كده، التاني كلمني قال لي انا عارف، وده بتبقى مستيك وناس كتيره بتعملها، بس نعمل ايه، ده كده عليهم ادفع، وتقدر انك انت تعمل كومبلين. واداني ورقه كبيره قوي كده عليها التيكت بتاعتي، وان انا عاوز اعمل كومبلين ومش عارف ايه. قلت له هعمل كومبلين لان انا مش قاصد، ولو اعرف كنت جبت التذكره. يعني ليه ادفع 50 باوند وليه اتغرم 50 باوند على حاجه انا ما كانش في مخي اللي انا اعملها، او انا مش بنط اصلا، مش بنط بالبتاع عشان اركب القطر ببلاش. انا ما عنديش مشكله اركب القطر بس. ففعلا حتى الدول العالم الاول اللي احنا بنسميها دول العالم الاول، ومنها بريطانيا، بيبقى فيها حاجات مش مفهومه، وبالذات انجلترا، او بالذات لندن. يعني انا ما الكلام ده ما يحصلش في استراليا صراحه، والكلام ده ما يحصلش في نيوزيلندا. يعني نيوزيلندا او استراليا لا، في تفاهم، في كذا بيقدر يفهم، اه لا انت مش قاصد، انت كذا، لا خلاص ماشي، واخد بالك، بيقدر يفهم ان انت مش قاصد، وان ده حصلت بالغلط وانت ما خدتش بالك، وهم عاملين السيستم بغباء. ده اسمه غباء في السيستم. هو كل الموضوع كله ان هم عاوزين بقى ايه، اي حد ما يدفعش 50 باوند 50 باوند 50 باوند. انا ما اعرفش امبارح جمع كام 50 باوند من الناس اللي انا شفتها. الحاجه الثانيه، يا عيني عيله فيها خمس افراد، خمس افراد،
اتغربوا 250 باوند. اللي ما يعرفش 250 باوند يعني حوالي 300 دولار امريكي، في حاجه اصلا هبله يعني، في حاجه مش متوقعه مش مفهومه يعني، رقم كبير. 250 باوند يعني 500 دولار نيوزيلندي، يعني حوالي 400 دولار سنغافوري، رقم كبير قوي. وهم خمس افراد. طب انا 50 يعني حوالي 70، خلاص هعمل ايه؟ مش مشكله، مش هبوظ السفريه او مش كده. والمشكله كلها ايه؟ ان انت بتتراب، انا طالما انتوا حاطينا في تراب، يو ار ترابينج اس، انتوا اصلا بتحطونا في مصيده. طب انا هرجع ازاي؟ واحد قال له خلاص انا هرجع واجيب التيكت، قال له لا ما انت استخدمتها خلاص كده كده هدفع فاين. سابهم ومشي، راح راكب البتاع، كان بيقول لي انا طيارتي لسه فاضله 5 ساعات، وفعلا سابهم ومشي وما سالش فيهم وكبر دماغه. حاجه تحرق الدم بس بتحصل. anyway فكان دي اكسبيرينس مش ظريفه بصراحه، وانا عملت كومبلين وهعمل كومبلين تاني لما ارجع، وهبعت للاسبوع ده اشوف بقى الكونسل بتاعتهم ولا المير ولا اي حاجه ولا بتاع. ما ينفعش ان هم يدفعوا الناس على الفاضي كده اهو. فعلا 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 شكلها وحش من ناس كتير قوي، بالذات السياح اللي معتمدين ان لندن مدينه ادفانسد جدا والكريدت كارد شغال في كل حته. تيجي في الحته دي اللي رايحه المطار تقول له لا، انت اصلا التيكت بتاعتك غاليه، انت التيكت بتاعتك 21 باوند. ومنين ده؟ مش مثلا من بيتي، ده من الحته اللي انا ركبت منها لغايه المطار. 21 باوند ده رقم كبير جدا، فانت دفعني بعد كده 50 باوند غرامه عليه. مش مشكله، بس يعني حبيت اللي انا احكيها لكم. اقول لكم اللي هيجي لندن بعد كده وقاعد في لندن وهيروح مطار ستاند ستيد في شمال لندن عن طريق المترو او القطر، ياخد باله يشتري تذكره، يشتري تذكره، ما يدفعش بالكريدت كارد. حاجه مش هقدر اقولها في اي بلد تانية غير في انجلترا. سنغافوره كل حاجه بكريدت كارد، راح المطار، جاي من المطار، طلع فين، راكب باص، راكب بتاع، كريدت كارد كريدت كارد كريدت كارد كريدت كارد، وخلاص وبيسحب وبتخلص وما بتتغربش لانك انت ما عملتش حاجه غلط. بس كده، شكرا جدا ليكم.